حبايب القلب، مساكم الله بالخير. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. تخيلوا اني اليوم كله نايم، او خليني اقول متسدح، يعني اكثر مما اني نايم من كثر التعب. والله ما فيني جماعه الخير اتحرك ولا اطلع، الحين اللي طلعني بس الاكل. انا طلعت مع فيحان والعيال اسبوع يبغالي ارتاح من الطلعه معهم، والله يستر عليهم. فعلا كانت الاجازه معاهم جميله ولكنها متعبه، وتطلع عرض منك الاجازه. اقول لك ايش صوتي تعبان، ماني قادر استمتع في هذا الجمال وهالديره الزينه. الله يسعدها. يلا، هذا الفندق اللي انا ساكن فيه ريدسون بلو، جميل حلو، يعتبر بالسنتر. تشوفون المدينة على السيارة، حتى اللي تاكسي يقولون فيه مطعم كويس حق مشاوي، فموجه عليه. عاد والله عطاني اياه واحد من المتابعين او المتابعات اللي ساكنين هنا في اليونان او في بوخارست. ايش رايكم بالاجواء يا جماعة الخير؟ ما شاء الله الحمد لله الجو حلو جميل، درجة الحرارة مقبولة، الواحد يطلع بتيشيرت، مع انه اول يوم جيت كان الجو مرة بارد. صراحة الاجواء الحمد لله ما شاء الله حلوة. شوف الكافيهات حقتهم كيف جميلة. هذا فندق اسمه امبيزيتور، اتوقع انه كويس، يعني حيكون يعني مو غالي، يعني وموقعه تمام. وصلت المطعم، هذا اسمه ستيك هاوس، شكله من الريحة المطعم زين، والله أعلم إنه طيب. شم ريحة المشاوي، يا سلام يا أخي، المشاوي أحلى شيء في الأكل صراحة. إيش رأيكم؟ توافقوني الرأي الرابع؟ خلينا نخش نشوف الله، يولد ريحة الأكل كأنك في بلد عربي. شوفون الشغل ما شاء الله. طب تخير بزهرة، طب تخير بزهرة. مطاعم، شعوب المطاعم، هذه شعوب المطاعم. هلا 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 هلا. شعوب المطاعم، تعالوا المطعم هذا جود ريستورانت يا الربع، لا يطولكم. فيري نايس شاورما حق القيصر ابو زهرة، اوكي نايس شاورما، نايس فود، ايفريثينج نايس. احلين الشعوب، شعوب طيبه، شعوب طيبه. اوه شيك الشعب، الشعب هذا من بلاط السلطان. عليكم السلام، اهلا وسهلا، سلام عليكم. احلين، يلا يلا على يوتيوب جود فود. ها 100% الشعوب، والله 100% الشعوب. يلا حيش، هذه اسمهم شعوب المطاعم، شعوب المطاعم. الله اكبر الله اكبر، القيصر. انا راح اشوف لي زاويه حلوه بس طلع فيني. ها ها يس، انك ادفرتايزمنت فور يو. هذا واحد من المتابعين الجدد، قال ما دام انك بلوجر ومشهور بجيك. بس يور نيم ونعم ونعم، يو ار فروم رومانيا بوخارست. ما شاء الله، فيري نايس، نايس تو ميت يو. يو واتش يور سيلف ان يوتيوب؟ لايك اندري ستان سبسكرايب اندري ستان بوغدان، لايك اندري ستان بوغدان بيج فيسبوك. يلا لايك وسبسكرايب، لا حد يجيب هذا. اوكي شكرا، نايس تو ميت يو، ثانك يو ثانك يو. احليله، عنده الاحتياجات الخاصه يقول ضيفوني وكذا، نبشر والله ما نقصر معك. جبر الخواطر للجميع، ترى جبر الخواطر لاي انسان تراه شيء جميل. ابو زهرة يبغى ياكل يا جماعة، والله المطعم ذا شكله خطير. شوف 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 شوف، هذه طالعين ناقة ولا بقرة، ما شاء الله. طلبت كباب أضنة، واحد حمص. لما انا جالس اطلب شفت زي الكباب، هذا الكباب قلت ابغى كباب، شفت زي اللحم كذا زي الريش زي اللحم، قلت له بيجيب لي من هذه قطعة كمان، يعني ميكس مع هذه. شوف وش جاب لي، شوف ما شاء الله عليك، جاب لي طبق ثاني، وجبة ثانية. يلا خلينا نجربها، والله كثير كذا الأكل. زي ما أنتم شايفين يا حلوين، البلد صراحة جميل، والحمد لله أجواءها كمان مش باردة كثير، يعني
يعني لحقنا على الجو الطيب، هادية، ناسها معقولة، ماشي حالها، ملمومة كذا حليوة، تستحق الزيارة صراحة. الأكل عندهم أنا لاحظت إنه لذيذ بشكل عام، يعني البارح أكلت واليوم أكلت، أكلهم طيب، هذا يدل على إنه في الأغلبية أكلهم يعني كويس. إيش كمان؟ البلد ما يعتبر غالي، البلد ما يعتبر غالي يعني صراحة، يعني التاكسي أركبه بحوالي 20 ريال، 15 ريال رايح جاي، which is very good يعني مرة كويس. الأكل كمان تقدر تقول الوجبة يعني إذا نكرت مكانه كويس 50 ريال الواحد، 40-50 ريال أنا أشوف إنه كمان كويس في بلد أوروبية. إيش كمان؟ البلد تعتبر رخيصة in general، أرخص. خليت سواق التاكسي كذا يوقفني في مكان ما أدري وين صراحة، بس الزبدة شفت شكل الشارع حلو، قلت يلا روح أتمشى أبو زهرة شوف الدنيا، هذا شكله مطعم بيتزا كويس. تشوفون البلد جميلة والله، نظيف يعني صراحة، يعني على الرخص والفقر اللي فيه وكذا، والناس تشتكي إنه فقير البلد، لكنه نظيف صراحة جميل. يقول لي صديقي الدكتور مازن عايش هنا 40 سنة، يقول لي زمان كنت إذا أبغى أوظف أحد يشتغل عندي، هو عنده مطاعم وكافيهات وكذا، عنده خير ما شاء الله، يقول لي لما أجي أبغى أوظف أحد طابور قدام المحل، وأنا بوظف بس واحد من اثنين، يقول طابور، يقول أنقي. يقول اليوم عندي شورتج، عندي نقص في عدد العمال الموظفين، يقول لي الرومانيين والرومانيات الشباب صاروا يهاجروا على أوروبا الغربية، يطلعوا يروحوا يشتغلوا هناك ويتركوا هنا. يقول لي فعليا الحين بزنس كثير صار يقفل ويوقف شغل بسبب نقص العمالة، ففعلا الأيدي العاملة يا جماعة الخير مهمة جدا في أي محل. فالدول هذه جالسة تعاني من نزوح الشعوب من الشرق إلى الغرب، والحين فوقهم بعد الروسي فوق هناك صفط، الحين كل يوم ينحش على الغرب. هذه يسمونها الأولد تاون يا حلوين، من أفضل الأماكن اللي يروح الواحد يتمشى فيها. رجعت لشارعي هذاك اللي في الليل تتذكرونه البارح، أحب الشوارع دي، يجي فيها تكيات وكافيهات، تجلس كذا تتكي مع خلق الله، تتفرج بالشعوب، كونك تعبان ما فيك فرارة، تتفرج بخلق الله، سبح واستغفر، تعوذ من إبليس، أحسن صح؟ ولو لقيت لك شيء حار تشربه عليك مد حلقك يا أبو زهرة ما يمنع. هذه تذكرني بأوكرانيا، هذا براند معروف في أوكرانيا، أنا أحب البراند أكثر ما أحب اللي في البراند، إنه يذكرني بأوكرانيا يا جماعة الخير بلا صح لفيف. شو رأيكم في المحل هذا؟ عجبني التشجير حقه، اللي ماسك زاوية طيبة، جاي على المواصفات المقيس حق أبو زهرة اللي يحب يجلس في شارعين تجاريات. أظني البارح جلست هناك يا الربع، أظني جلست هناك. شعوب راكدة، شعوب شعوب هاجدة، شعوب كلها خاثرة، القيصر براسه حاجد، ما تبغى الشعوب تهجد، لازم كله يهجد صح؟ سي صح بس مين مينو مين all right okay I said right you said right okay thank you I think I sit here last night I was sitting sit again yalla why not because you are nice person and you agree with me I will sit with you. Thank you so much. تدرون إن مدينة بوخارست سادس أكبر مدينة أوروبية من حيث من عدد السكان؟ عدد السكان فيها يقولون 2 مليون وما أدري كم في بوخارست. مع أن الحين اللي قاعد أسمع أنا إنه الشباب في المدينة هذه قاعدين ينحاشون يهجون يروحون على شرق أوروبا. يعني الشباب نسبة الشباب صايرة قليلة، ما عاد بقى فيها الشباب. الله يا جماعة الخير تشوفون الأجواء
أجواء جميلة جدا جدا جدا. هذا مطعم روماني شكله فخم صراحة، ما قد أكلت فيه لكن مبين إنه فخم. تشوفون الشجرة اللي فيها كيف كذا، عبارة عن حوش في قصر أو في مبنى. تشوفون يستغلين القصر هذا كمطعم، الفناء حقه كله مخلينا الحين مطعم. جميل جدا، شوفوا 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 كيف نظامه. روعة المطعم. هلا بالشعوب، هلا هلا بالحبايب، هلا. هاي هذا المكان اللي كنت جالس فيه اليوم، العالم محتفلة والشعوب مستانسة. الله يديم السعادة على الشعوب، قولوا آمين. هذا الدعوس خطير، انتبهوا من هالدواعيس الخطيرة. يلا كنا شرة هنا الشعوب جايين محل الحفلة فوق. هذا صبوي اللي يعرف صبوي. جميلة المدينة جدا، تستحق الزيارة. هذا مطعم، اللي يبي مطعم يا الربع، اللي يبي مطعم يا الربع. أحد يصدمنا، أحد يمشي. أحلى شيء لما تمشي في أوروبا وتسمع أغنية عربية قدامك. الله الله عليك يا وزاهر. حبنا فرح، حبنا حلا، للي يحب الحب. الله عليك. مليان بالأسر. أنا من مصر. دحيا مصر. دحيا أم الدنيا. الله ينور. صباح الفل. مصر وراك وراك. كل محل. الله يخرجنا. أوه ماي جاد، من جد إن الفخامة لها عنوان. شوف المرسيدس هذه القديمة، يا سلام. يقول لك هذه صاحبها صاحب أكبر هوتيل هنا موجود. إيش رأيكم؟ سبحان الله.